بداية يمكن أيام المدرسة عندما كنت أدرس في مدرسة مسافي، فكنت يعني كنت أرسم في حصص الفنية، وأحيانا أيضا بعد الظهر أو العصر أروح أيضا المدرسة مع مدرس التربية الفنية، نشتغل أيضا بالأعمال الفنية. وتطورت المسألة حتى أنه كان حتى أخوي الكبير أيضا كان يرسم بشكل جيد، لكن طبعا ترك شو اسمه المدرسة بوقت مبكر جدا، يعني في الابتدائية، وكنا مع بعض في السكن الداخلي في مسافي، لكنه ترك وبقيت أنا مع في السكن. و شو اسمه بقيت مثلا في المدرسة أعمل شو اسمه المجلات الحائطية، أو أحيانا مثلا مدرسين الجغرافيا، مدرس اللغة العربية يطلبوا مني أعمل مجلات حائطية. و فبدأت يعني أشتغل في المدرسة بالطريقة هذه حتى عرفوني، وأحيانا أشارك أيضا في شو اسمه في المسابقات على مستوى المنطقة مثلا، فيطلب مني الأستاذ مثلا أستاذ التربية الفنية أن أرسم وأشارك، وأشارك زي الطلاب. الابتدائية يعني كان الواحد معتمد على المدرس، وخصوصا مثلا المدرس الفنية ومدرس اللغة العربية، لأنه كنا شو اسمه نصدر مجلات حائطية ومجلات مكتوبة، وكنا بحاجة إلى أن نلون أحيانا. يعني زمان كانت الطباعة مش مثل طباعة شو اسمه هذا الأنسل شو اسمه هذه الماكينة طباعة شيء بالحبر يعني وكنا نلون المجلات، يعني مثلا اصدر 200 مثلا مجلة كنا نلونها، نضطر تلوين المجلات بدل ما كان في ألوان وكذا، يعني صور ملونة وكذا ما في. فاستمرت على هذا. بعدين ولا بعد أو تقريبا بعد الثانوية، خلصت من الثانوية سويت لي شو اسمه مرسم في البيت، كان عندنا بيت عربي مفتوح الشكل، فاشتريت خشب أذكر، وبدأت أبني جزء من الليوان، يعني شيء مترين 3 متر في بالخشب روحي، سويت مرسم، وكنت أقعد أنا طول الساعات أقعد في البيت أرسم. بعد هذا يمكن 86، بعدين مع 86 بدأت أنا أشعر بش اسمه شوية بالضيق في البيت على أساس الأخوان والوالد وكذا، يعني زحمة في البيت، ما الواحد ما مرتاح ويشتغل. فاستأجرت بيت في منطقة خورفكان في الشرق، جهة الشرق عند المسجد، وهذا شو اسمه كان البيت لصاحب شو اسمه اللي أذن في المسجد، فأنا خذيت غرفة من عنده. كان بعد أيضا ما كان في كهرب في الغرفة، لأنه البيت قديم يعني عند البيوت القديمة، فنقلت أغراضي كلها إلى الغرفة هناك في الشرق، وبدأت أجيب كهرب من المسجد لين الغرفة. كنت حطيت شو اسمه هذا البلك في محل الميكروفون المؤذن. فعندما يأتي المؤذن اللي هو اسمه ما نذكر اسمه غالب كان، فعندما يجي يأذن يشيل عني الفيشة، يقطع عني الكهرباء ويأذن، يوم بعد ما يخلص من الأذان وكذا يتركه مقطوع على أساس أنا أروح أصلي. بعد الصلاة يرجع لي الفيشة. فأنا بقيت فترة يعني يمكن سنة أو أقل من سنة،
وانتقلت إلى شو اسمه الفنون الشعبية، جمعية الفنون الشعبية أعطوني غرفة هناك وبقيت فترة أيضا. بعدين انتقلنا إلى المكتبة العامة في غرفة، كان على أساس كان أحمد راشد، الشاعر أحمد راشد كان هناك. وبعدين أيضا محمد إبراهيم كان موجود أيضا، فأنا أخذت غرفة ومحمد أخذ غرفة أيضا في المكتبة، وقعدنا الفترة كم سنة. بعدين بعد الفترة هذه يمكن في 91 يمكن، بعدين الجمعية جمعية الإمارات الفنون التشكيلية استأجروا بيت عربي، وانتقلنا أنا ومحمد إبراهيم إلى البيت هذا، وقعدنا أيضا كم سنة حتى 94 يمكن. وبعدين الجمعية سكرت البيت، وأنا أيضا في ذاك السنة أيضا 94 كنت بروح اليابان يعني، ورحت اليابان وقعدت سنة ونص. بعد ما رجعت من اليابان أيضا استأجرت بيت وقعدت فيه كمرسن في خرفكان لين 2001 انتقلت إلى البيت هذا، بديت أعمر في البيت في المزرعة في مدحة. ومن 2001 لحد الحين في هذا المرسم في مدحة. هذا جاء بعدين يعني، بعدين أنت الحين يعني الواحد يتطور شوي شوي يعني. كنت أرسم أنا في الاستوديو، كنت ارسم عندما في اليابان كنت ارسم، لكن الاحساس بالفن مش فقط انه ترسمي انت، محتاجة الى اصدقاء يعني. انا وحتى مشاركة، فالمشاركة طوال الفترة هذه ما كان في مشاركات يعني، يعني اشتغل في البيت خلي الاعمال اكثر. احيانا في مشاركات مثلا عن طريق الجمعية، كانت نشارك في الجمعية وكذا. فهو عندما أنا انتقلت إلى الشارقة بعد الثانوية، ثالث ثانوي درستهم في الشارقة أنا، وكنت أقيم في السكن الداخلي في الشارقة، فكنت أمشي أروح الجمعية. فعندما بديت أروح الجمعية بديت ألتقي بالفنانين يعني، حسن شفته، عبد الرحيم، عبد محمد كاظم، حتى محمد إبراهيم أنا ما كنت أعرفوني. محمد إبراهيم شفته متى في إكسبو، ما أدري في إكسبو، الإكسبو هذاك القديم أول اللي زي الخيام هذا، مرة كان في معرض وشفته هناك. أحمد راشد عرفنا عليه، كان يلبس شي نظارات شي كبار، فما كنت أعرفه هني أنا. بعدين يعني تعرفت عليه وتعرفت على أحمد. في الشارقة تعرفت على حسن والشباب عبد الرحيم. تعرف الظروف الواحد زمان يعني الثانوية وكذا، ما كان في حتى سيولة مادية، ما كان في يعني، فما تقدري تشتري أو ما عندك سيارة حتى أنت تروحي دبي تشتري كامفس وكذا، الأشياء الموجودة يعني. حتى في الجامعة وكذا يعني، اللي يشتغل غير اللي ما يشتغل. أنت أنا أدرس في مثلا الجامعة حتى معتمد على أبوي يعني وكذا، على الأهل. فكان يعني اشتغل في حدود الأشياء المتاحة يعني. مثلا في أعمال فنية عندما كنت في الشرق في المرسم هذا وين المسجد، كنت أنتجت أعمال من يعني استخدمت الأبواب القديمة القناني وكذا الموجودة يعني، حتى الألوان يعني الألوان اشتريها من سوبر ماركت وكذا، ما أروح أنا ما عندي استطاع أروح يعني دبي وكذا. ففي أكثر شيء احتكاك بدأ في الجمعية، جمعية الإمارات الفنون التشكيلية، وأتعرف على حسن وكذا. ومع الأيام يعني السنين بدت العلاقة تكبر وتكبر، وتتعرفي على اتجاهات وفنون وكذا وكذا.
احيانا واحد محتاج للاصدقاء الفنانين. ليش؟ لانه وجزء من العمل يعني انه مثلا حسن، انا كنت اروح دائما عند حسن وكذا نلتقي وكذا ونتكلم عن الاشياء مثلا اللي انا اسويها او هو اللي يسويها، وتسمع نصايح وكذا ومداخلات ويا يعني. فكان حسن بالنسبة لي أنا يعني أوكي فنان صديق أكثر من صديق يعني. أنا كنت يعني أرتاح أسير الحين، حتى أنا ما أروح دبي ما في أحد عندي يعني. كان حسن كنت أروح على المزير. الفنانين الباقيين ما ألتقي فيهم كثير يعني، مثلا أوكي محمد كاظم وكذا ما أشوفهم لأنه عايشين بعيد. فحتى العلاقة الفنانين مختلفة يعني. مثلا أنا علاقتي ويا محمد إبراهيم غير عن حسن غير عن محمد، وكلنا صحيح كلنا مع بعض يعني، بس شوية يعني كل واحد يعني. أنت مثلا علاقتي شوية كذا شوية غير ممكن يعني، مش عارف يعني في أوكي فنانين فتحين على بعض، بس في أحيانا تحسي أقرب للشيء من هذا. حسن كان أقرب، بالتالي يعني الموت واحد ما يعني ما في مفر يعني من الموت يعني، بس بشي يسوي الواحد. There's an in Sharjah. I met Hassan and Muhammad Kadhim. Muhammad Kadhim in that time he was go to Hassan for training. So they go to Dubai and I was not able to go to them just as a visit. I don't know how many times just to go to visit because I am not living there. Even in Sharjah. I go, but not every day, and maybe twice in a week I go for like this. Yes. Right. No, I went maybe, I don't know. I saw the studio, Hassan Sharif studio and right. Muhammad and other group. Right. I saw once or twice, I don't know. Okay. Yes. More difficult. In that time, I'm not easy to. You don't have a car to go to, and no money, yeah. A lot of money, and yeah, if you have money to buy something, not to give it for the taxi to. Yeah. Yeah. I think it's not. فردي أول معرض سويته في الجامعة، جامعة الإمارات. كنت يعني 87 أو 88 مش عارف يعني. الأعمال اللي أنتجتها في الاستوديو اللي جنب المسجد هذا كانت معظمها من الخشب، أبواب وكذا، وفي لوحات أيضا. وهذا والأعمال اللي قبل أنا شو اسمه، في أعمال أيضا بالزيت اشتغلت عليها بالخشب أيضا. فهي هذه كانت شو اسمه يعني المعرض، الأعمال اللي عرضتها. وحتى ذاك اليوم شحنت الأعمال كلها كبيرة حطيتها في الباص. الباص يعني ما في حتى وسائل نقل وكذا، فقلت له تعال، حطيت كل الخشب ولا هذا داخل الباص. فكان معرض جميل يعني، حتى النهايات كان موجود. هذا أول معرض. المعارض الجماعية شاركت في الجامعة، كنت في الجامعة كنت أشارك عن
طريق الجمعية الإمارات الفنون التشكيلية أيضا بعد شاركت وياهم. كنت أشارك في يمكن أول معرض كان في حياة رجنسي، فندق حياة رجنسي مال دول المعرض شو اسمه لوحات وأنسجة وكذا أيام وفاء الصباغ وكذا، كانت فنانة وفاء الصباغ يمكن وفاء الصباغ أعتقد، وأنا كنت مشارك في لوحة واحدة ذاك السنة أعتقد أيام ما كان الوزير المزروعي وزير التربية. هذا الأشياء مكتوبة في شو اسمه مال البينالي في اليوميات اللي هذا موجودة. هذا يمكن أول معرض جماعي، وبعدين بديت أشارك ويا الجمعية. الجمعية كانوا يساعدون يعني مش اسمه يعني ساعدون كثير يعني ناحية مادية وناحية معنوية، وكنت أشوف الفنانين عبد الرحيم وحسن وكذا، فبدأنا نروح مع بعض يعني خصوصا حسن وكذا، نروح المطعم مثلا، نروح البيت عند حسن وكذا، وتكوننا حتى مع الفنانين اللي قبل كانوا فنانين والحين مش موجودين يعني الساعة. لا ما أنا ما أنا كنت أنتج لوحات وكذا أعمال، ممكن أعمال حسن يعني كل فنان شوية مختلف، بس حسن كان ذاك الفترة يعني أعماله مختلفة عن أعمال الفنانين. نحن كنا صغار يعني بالنسبة ليه يعني، هو يعني واحد تو بادي يعني في الثانوية يعني ما تعرفي كيف المستقبل يعني بيكون، لأنه كثير فنانين كانوا في الجامعية حتى بنات أو أولاد وكذا اختفوا يعني راحوا. فهو يعتمد على الشخص، على أنت شو تبى يعني، هل يعني تواصل في الفن ولا بتروح يعني لأشياء أخرى يعني. فهو اللي يبقى ممكن تثبت نفسه أو الفنان يثبت نفسه في المستقبل يعني، أما أنه بس مجرد ترسمي لوحة جميلة وكذا ما ينفع هذا. جمعت العلب القديمة اللي بين البيوت القديمة هذه، أنه الناس كانوا يتركوها يعني بعد ما يستهلكوها يترك يرموا الأشياء هذه، فجمعت الأشياء هذه وبدأت أدرس العلب يعني طريقة الفتح كيف تفتحي وكذا. بعضهم في فتحتين مثلا، بعضهم يستخدم شو اسمه الفتاحة، بعضهم بالسكين. وسويت كتاب، عندي كتاب أنا شو اسمه، وفي كتاب أيضا جزء منه بديت أجمع الأشياء اللي أشربها مثلا بيبسي كوكولا وكذا، العصائر في اليابان وهني، ورسومات شو اسمه يعني دراسة العلبة أو القنينة من جهات مختلفة يعني ترسميها هي نايمة الشكل وهي واقفة، الغطاء وتنظر لها يعني تستمتعي كيف تشوف هذا. فهذا أحد الأعمال، هذا العمل أنه عرضناه في إكسبو اللي هو في أثناء البينالي يمكن، ما أعرف الأول الثاني مش عارف. فردة الناس فعلهم كانوا يعني شو هذا جايب لنا الأشياء هذه. بس أنا أتذكر هذا العمل اللي كان لجزءه بغض. لا سمع ردة الناس يعني هذا شو جايب لنا علبة. عادي يعني ما في، كنت أكثر شيء أرسم يعني لوحات وكذا. ما كان في وقت اصلا يعني ذاك اني انا اكون دائما حاضر وكذا، واللي ما في كنت احيانا مثلا اعطيهم اللوحه سير انا ما اجي.
يعني أو حتى أثناء الجامعة يعني كنت في الجامعة ما كنت أروح الشارقة أنا. ليش؟ لأنه ما عندي سيارة مثلا أروح الشارقة وأرجع وسيارة، أروح بالباص مثلا، في باص من العين لين خرفكان. أحيانا إذا ما أروح خرفكان أبقى في العين هناك، شو اسمه أيام الإجازة مثلا الجمعة الخميس أروح السينما أروح كذا، يعني ما في سينما. فكنت أحب أقعد هناك، أنا ما أجي الخور أصلا ما في شيء. وفي الشارقة ما كنت أروح يعني، يعني هذه الفترة في الجامعة أيضا انقطعت، ما كنت أروح يعني ما أشوف حسن والشباب كثير. ما هذا الحين يعني من بديت أشتغل وكان عندي سيارة وكذا أسير، حتى من دون سيارة كنت أسير بس يعني مش قليل يعني. في الشارقة بالجمعية يعني الجمعية الفنانين يعرفوا بعضهم كلهم ويختارون الفنانين بشاركة، بس ما في كيوريتر يعني، ما في كيوريتر معنى كيوريتر يعني، فان شو اسمه نشارك مع الجمعية او عن طريق شو اسمه الوزارة مال الثقافة هذه. بس ما كان في كيوريتر متى هذا ايام شو اسمه هذا جاك، مو بجاك، لا لا مو بجاك، البريطاني هذاك before حسن and the artists they go and they hang their paintings and no curators no right, the visions right, right, yes right. After he came a British one I forgot his name now. With Hur when came Hur came to control the Biennale. No, just they select you. I mean, they say بتشارك ولا ما تبتشارك، عندك عمل تشارك، ما عندك عمل يمكن ما تشارك. قلت ليش أنا العلب يعني يوم كنت في خرفكان في المرسم اللي عند المسجد كانت أشياء كثيرة حولي يعني. يعني أبواب، لأنه البيوت كانت مهجورة، في بيوت مهجورة، فكنت أخذ مثل الأبواب أسوي عمل فني. يعني مثلا هذا يعني في أشياء كذا أشكلهن أسوي عمل. جماعة العلب هذه أيضا في أشياء يعني الأشياء الموجودة يعني احيانا انا ايضا اشتري الخشب وكذا من عند النجار يجيبهن للمرسم واشتغل عليه. يعني هذا اشياء بسيطه وموجوده يعني بالقرب، حتى الخشب يعني تشتريه اوكي بس موجوده عداديش يعني ممكن تستغليه. ففي اعمال انتجتها بالطريقه هذه، غير انه في اعمال قلت ليش انه في لوحات كنت ارسمها يوم كنت في البيت ويوم شو اسمه انتقلت الى المرسم. الدراجه من زمان يعني كنت اركب دراجه يعني يوم صغير يعني، بس انه كرحله يعني كانت عندي هذه الهواجس يعني تنقلات وكذا. أنا حتى سنة متى بعد الجامعة رحت وزارة الثقافة أو الشباب وهذا قدمت لهم اقتراح أني أنا أريد ألف العالم بالدراجة. فشفت هذاك شو اسمه منو اسمه والله نسيتهم هذين، أنا وكنت حسن نتكلم في الموضوع هذا هو يتذكر الاسم أنا ما أتذكر. فالمهم سرت لهم فقلت لهم أنا بروح رحلة بالدراجة حول العالم شيء 10 سنين 5 سنين حسب هذا. فقال لي ونحن شو بنستفيد. بعدين هذاك الثاني قال لي أنت عندك سيارة؟ سيارة ما عندي، سنة بصير رجزم يعني رحلة وكذا. قالوا لي زين خلاص انت روح خاطب اتحاد الدراجات وكذا، صرت اتحاد الدراجات وكذا.
هذا قال لي بعد يا أخي فكر بنفسك يا أخي فكر ما أدري شو فكر. فما شفت إنه السالفة يعني ما يعني خلوش. فرجعت أنا قلت خلاص ما زلت يعني هم ولا اتصلوا فيه أيضا ما في اتصال يعني هم يبوا يرتاحون. فتمت الفكرة شكل حتى ف. مرت السنوات حتى رحت اليابان وكذا. في اليابان سويت رحلة أنا بالدراجة نفسها جايبينها من اليابان أنا ويا الأغراض. رحت في اليابان في بحيرة كبيرة شيء فرحت أسبوع شيء بالدراجة خيم وكذا شوي على الأقل واحد يرتاح شيء. بعدين من رجعت من اليابان بديت شو اسمه يعني يعني حلم السفر هذا اللي كنت أحلم فيه شوية يعني هدى يعني ما في أريد أروح كنت بس يعني في ظروف أيضا عندي وكذا. بديت الحين أسوي رحلات بالسيكل في البلد يعني ما تعرف يعني بس المهم يعني السيكل هذا كان فيه حلم يعني بس ما تحقق يعني تحقق هني برا سافر روح بدل ما تروحي بالسيكل ممكن تروحي بالطيارة وتركبي الباص زي البرازيل هذا كنت أروح بالباص 27 ساعة ما أدري كم تنقلي شوف في حلول يعني 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 مثل ما يقول مثل هذا ارتج الرياح ما لا تشتهي السفن. هاجس وتنتقلي يوم تنتقلي تحس بالحرية شوية حتى يعني أنا مولود هني وكذا وأهلي كلهم هني وكنا نروح غرفة كان مثلا نعيش فترة ونرجع وكذا من يوم صغير هذا عندي الهاجس هذا حتى أنا يعني بقيت يمكن 20 سنة ما أدري شو ما أجي هني وكذا مش البيت يعني المنطقة. فأول بعد ما رجعت هني أعيش هني فأحد المرات في الليل شي قاعد تسمع هذا خرير صرصار الليل هذا هني يا الله 20 سنة وأنا هذا ما أسمع والله لا يعني أشياء زمان كنت تسمعيها تشوفيها ما تسمعيها من رحت غرفة كان ما أسمع تغيرت عليش الحياة وكذا. حتى نحن هذا الصرصار إذا أنت في الغرفة داخل أحيانا هو يجي تحت السجادة تسمعي صوته يسوي صوت فإذا سوى صوت معنى هذا المطر بينزل. وأنا هذا يعني حتى مثلا هذا الشزم هذا اللي تمشي على البريعصة يعني نسميه نحن إذا سوى صوت أنه في حد ضيوف مثلا بيجيش. فإذا مثلا والله زي الثعلب هذا في شو اسمه إذا جات نحن نسميها الضباحة إذا جات قريبة من البيت ولا بيوت حد يعني تعوي كذا إنه في حد يعني بيموت يعني بيتوفى يعني. فكل هذه من أيام ما كانت الوالدة وكنا في البيت القديم كنا نسمع هذا الحزاوي والأساطير فالواحد بدأ يعني يتخزن كل هذا الأشياء في ذاكرتك. أنا أساس أسوي الرحلة مثلا لازم أنتج فيها عمل فني يعني ما أروح رحلة الشكل بس عشان أشوف وكذا لا فيه حتى هذاك يعني رحلة الدراجة حول العالم وكذا كنت أريد أسوي عمل فني فيها وأكتب يوميات رحلتي يعني في هذا في شيء لازم أسويهم. أما الشكل تمسك الدراجة وتروح وتلفي ما في فائدة يعني. فأنا بعد ما يعني ما تحقق لي الرغبة هذيك بديت داخليا أسوي رحلات بعد الجامعة مثلا هذه من العين لين الشارقة ومن الشارقة العين أو من العين لخرفكان
أيام الجامعة. بعدين سويت رحلة من خلال يعني يوم كنت في المرسم القديم هذاك، مش اللي عند المسجد، اللي التابع للجمعية، جمعية الإمارات، يوم أنا كنت وأنا محمد. فسويت رحلة بالدراج على روس الجبال، نفس الطريق هذا اللي يسير فيه أنا، وكنت أول مرة أروح بين الجبال هذا. وجيت على رأس الخيمة وعلى الفجيرة. بعدين شوية بعد اليابان وكذا، اليابان يوم رحت اليابان شوية عرفت الدراجات، يعني تعرفت على الدراجات في الوسائل، مثلا شفت والله يحطون مثلا حقائب وكذا، ممكن أشيل أشياء، فشوية يعني تعرفت على أشياء كثيرة ما كنت أعرفها. يعني زمان أنا ما عندنا دراجات حتى، أنا دراجتي كانت ثقيلة وكذا عادية يعني ما في. حتى الياباني أنا أعطت فرصة أكبر على أساس أشوف الأشياء، الدراجات غير الدراجات والفن والفنانين. رغم أني أنا كنت في الجامعة يعني شوي شبه حر، يعني ما في قيود، مش أكاديمي وكذا، فكنت أروح يعني. ولأنه يعني فنانين آخرين مثلا والله يروحون بالدراجة وكذا، ما أعرف أنا يعني، أنا أعرفه في ناس كثيرين يعني يروحون يتنقلون بالدراجة، ولكن كل واحد له طريقة. أنت تتنقلي ممكن يكون عندك دراجة بس يعني طريقة غير، ممكن واحد يكون عنده دراجة سيكل موتر هذا يروح فيه بطريقة مختلفة عن الشباب وكذا. فأنا يعني عندي خطة دائما أسيرها، يعني مثلا رحلة هذه بسيرها عندي شيء أسويه، أخيم، أخطط، أكل، شو الأكل اللي بأخذه، شو العمل اللي بنتجه، يعني في هدف خلال هذا، أكتب يوميات، أرجع بأشياء كثيرة. حتى إذا تسافر حتى بالطيارة وكذا، أروح دولة معينة وكذا، لازم أسوي شيء، يعني ما يصير أشوفه بس هذا، أكتب يومياتي، أرسم وكذا، وأرجع بأشياء من السفر هذا، مثل هدية، يعني أجيب هدايا لنفسي أسويها بروح هناك وأجيبها يعني. فالفنان كل فنان ما أعرف يعني، في يعني لو كان في فنان مثلي أنا يعني يسوي كان رحنا مع بعض، ما في حتى. يعني أنا طريقتي هالشكل، يعني أني أرسم لوحات مثلا أو رولات مثلا، أكتب يومياتي، يعني الأشياء اللي تتفق مع الرحلة. ما ممكن أسوي لوحة كبيرة وأنا رايح بالدراجة، ممكن الفيديو يمكن أصور بعض الأشياء، يعني مثلا في مناظر كثيرة عندي كاميرا بس ما أصور فيها، لأنه يعني ما ممكن تشتغل بأشياء كثيرة. يعني لو واحد مثلا أنا أريد أصور نفسي وكذا، بس ما أقدر أصور دائما، يعني أصور شوية لقطات مثلا على أساس أنه أوثق. بس لو كان في مثلا واحد عندي يصور وكذا كان هو بوثق. فأكثر شيء هو الكتابة والرسم. التصوير أنا أصور عشان أستفيد من المنظر مثلا، أحيانا مثلا إذا أبى أرسم المنظر ممكن استفيد أشوف الصورة وأرسمه بعدين وكذا. يعني التصوير مش كثير، وإنتاج أفلام مش كثير، العمل مثلا الكتابة وكذا أهم شيء عندي. يوم كنت في الجامعة، يعني الجامعة كنت دخلت متأخر كورس 87، ما أدري 88 لا هو أنا لا شو اسمه العندل وال شو اسمه عادل خزام
كنت أشوفهم في مرسم حسن في البيت يعني أكثر شيء نلتقي. عندما أجي يعني كنا نتشارك الحديث وكذا. وعاد الخزام كان يكتب الفنانين ونسمع الآراء وكذا. لا نحن مثلا إذا اجتمعنا يعني مثلا والله في المقهى ولا في البيت بيت حسن كانوا يتكلموا مثلا في عن مثلا عن عمل حسن أو عمل الفنان أو عمل أو مقال نشره كذا أو إنه بكرة بينشر كذا. فكله عن الكتاب وعن الرسم يعني هو أهم شيء العلاقة يعني إنه عن الحياة بشكل عام يعني. بس هو دائما يعني الكتاب والفنانين يجتمعون مع بعض يتناقشون يعني اللمة زي لمة شيء. بس ما أعرف أنا يمكن في اليوميات كاتب أشياء ما أدري. أنا كنت أكتب في اليوميات مش عارف كاتب ما كاتب. العلاقة مع الفنانين مثلا حسن يعني كنت أروح أنا مثلا أقعد عند حسن ما نتكلم بس بالفن يعني بالحياة بشكل عام يعني. أحيانا قد يقول مثلا أشياء أسرار قد مش أسرار يعني بس يعني مثلا أشياء فمثلا ممكن والله نتكلم عن القط اللي كان معاه كذا. نتكلم عن أمور أشياء ما مش لازم في الفن يعني. هو أن تكون مع فنان وكذا شوية يعني مثلا أنا ليش أروح مثلا دبي أقعد عند حسن لأن الواحد أنت هني مثلا ما في فنانين زين فمحتاجة من وقت لوقت تشوفي فنان يعني تتناقش وياه وكذا لأنه الناس هني مش فنانين يعني ما أوكي ممكن يكون واحد فنان من شو اسمه بس ما في نقاش يعني فأنت محتاجة شخص تروح تتكلم وياه أساس شوية يعني ذاكرتش وفي أخذ عطاء يعني في هذا. فالواحد يروح يلتقي فنان أساس شوية يعني أساس محتاج الواحد لفنان آخر يعني تتكلم وياه يعني في أمور أهم يعني. أيوة اهتمامات وكذا نفس الاهتمامات ولا هذا. ما كانوا فنانين كان مين بعد كان يجي قلنا عاد الخزام عندل أحمد فرحات كان يجي ولبناني كان يكتب صحفي جورنال منو بعد كان يجي أبو اللوز يكتب في الخليج أبو اللوز هذا اسمه. هو شوفي هو يعني مثلا حسب الجسم يعني نحن من بدينا نروح الجمعية تروح الجمعية شو اسمه من الجمعية الواحد ممكن يتعرف على الفنانين وكذا والفنان كذا يتعرف على الفنان هذا فتبدأ العلاقة شكل. الحين مثلا ما ممكن أنا أروح الجمعية وانتظر أتعرف على واحد كذا ما في وقت الحين. لا في وقت عشان تتعرف عليه وكذا بس يعني كمجموعة وكذا ما الحين ما في وقت الحين. ممكن بعد جزء من الكلام هذا صحيح انه كان ما اول ما في الا الجمعية ان الفنانين يلتقون في مكان واحد الحين شوية موزعين يعني
لكن الحين بعد الوسائل اختلفت يعني، وفي الأماكن اختلفت، الحين في جاليريات، كان في الشارقة مثلا أكثرهم في الشارقة وكذا، الحين في دبي، في أبوظبي، في هذا، بتوزع يعني ما في. هم الفنانين براحهم ممكن يعني يكونوا قريبين من بعض، منو اللي بيكون قريب من بعض؟ واحد ما تعرفي الظروف هي اللي أحيانا تتدخل، يعني ما متروك. زي أنا مثلا لو ما رحت الشارقة مثلا يمكن ما أعرف أنا الفنانين مثل ما كان. فأحيانا أيضا شو اسمه الوقت والظروف يتساعد، والعمر بعد شو اسمه يعني لي دور وكذا. Now it's easier for other things. To participate, to sell your work is easier than before. I don't know, for me now it's difficult, but for others maybe who live in Sharjah, maybe easier. If I'm living in Sharjah, maybe it will be easier or not, but I don't like to stay there. But even if I am living there, the artist who decide this, I meet this or I go here or I don't go here. Most of the artists, they don't want to go. Like Hassan, recent years, he doesn't want to go outside. Because what I do outside? I have nothing. He was saying like this. He was, okay, before he was with his friends and his, but I mean the age, the taking care of his arts, he has a studio. So what I'll do outside? I go to mall or I go to, what I do? يعني آخر شيء أنت, you decide. What I do outside? Yeah. So your focus is inward. Yes, yeah. I have to stay inside. No need. Now my situation is when the family, for example, here, yeah. I'm in the same house. Yeah. Now we have two houses. So I stay here a couple of hours. Then I have to go to there, yeah. to sleep there. Yeah. Or so it's, I come here to concentrate, but on the other hand, I have to take about the family. Yeah. So it's until, so I go to work. After the work, I will see, but yeah. Maybe it will be easy. Yeah. So it's not like Hassan was, free, he's in the studio. So it depends on the artist. قبل السفر إلى اليابان قلت ليش أنا كنت قاعد في المرسم. فالمرسم أنا كنت عايش فيه يعني، محمد كان ترى عنده بيت يسير ويجي، أنا عايش في البيت شو اسمه في المرسم، وبيت أهلي شوي بعيد يعني، كنت أروح يعني، بس دائما عايش في البيت في المرسم يعني. بعدين رحت اليابان شوية يعني حصلت انفتاح أكثر، طلعت على أشياء كثيرة يعني في منطقتي ما كنت أشوفها، يعني زيارة المعارض. حتى في الثمانينات ما كان في متاحف هنا، ما كان في يعني تشوفي أعمال دائما هناك في اليابان. شوي يعني كل أسبوع مثلا أروح معرض معرضين، أتنقل أشوف المتاحف، اشتريت دراجة مثلا أتنقل بالدراجة، يعني الحياة في اليابان شفت أشياء كثيرة ما كنت أشوفها أنا. مثلا الفصول الأربعة أول مرة أشوف الفصول الأربعة أنا، حتى الثلج كنت نايم شو اسمه في أحد الأيام شعرت ببرد يعني،
فأنا كنت ساكن في بيت كوخ من الخشب هذا بيت على يعني كانتري سايد هذا شو اسمه مش داخل مدينة جنبي كان في نهر جدول يعني صغير وقدامنا زي البيت يعني منطقة زراعية يعني نشيت في شو اسمه فكنت أشعر في الليل شو اسمه برد شيء ما كنت أحس إنه في ثلج إنه في الصبح شفت الأرض كلها البيوت كلها ثلج أبيض فهذا أول مرة أشوف الثلج أنا في اليابان كنت مرة أيضا نايم وإذا بالأنتينة مع الراديو هذا مع الراديو تهتز شيء فأنا ليش تهتز هذا شوفي عطري طلع زلزال زلزال كوبي فأنا كنت في كيوتو فضارب شو اسمه فكان في هزة الهزة شوي عندنا قليلة يعني مو بعدين رحنا أنا وأصدقائي هذا اليابانيين شفنا شو اسمه هذا الزلزال والفصول الأربعة والثلج كله شفتهم في اليابان وشفت أيضا أشياء كثيرة يعني الجماليات الأماكن الحدائق اليابانية اللوحات الفن الفنانين ما كنت أشوفهم كنت أشوف لوحاتهم هناك الفن الياباني وكذا وايد يعني أشياء كثيرة الأكل هذا أول مرة كنت أكل يعني أشوف الأكل الياباني شو بعد أيضا حتى هذا شو اسمه الأواني الفخارية هذه اللي اليابانية كنت أشتري منها أساس كانت تعجبني أشوف المكاين هذا المكاين البيبسي والش اسمه هذا العصير أحيانا مثلا هذا النسكافيه تشوفي يطلع على شحار شيء يعني فهذا كله يعني يعني خلى شوية ذاكرتي شوي تنفتح على أشياء كثيرة أشوف أشياء أول مرة أشوفها يعني يعني غير دراسة اللغة وكذا قبل ما أتخرج من الجامعة جابوا لنا بعثة من السفارة وأنا قدمت وفي واحدة يمكن قدمت فتخرجت أنا من الجامعة ودرست سنة وبعدين طلعت جات البعثة وسافرت. أدرس شو اسمه فنون بس هو هناك الدراسة لازم تدرسي سنة أو ستة أشهر لا سنة ونص طالب بحث اسمه بعدين تمتحني في اللغة بعدين تدخلي ماجستير. أنا كملت سنة ونص ما سويت امتحان ورجعت ما تميت أنا قال لي هذاك تعال بنغير الجامعة بنسير شوي في ما أعرف كيف الظروف أثر أول عمل سويته اللي هو سكرول هذا طويل سويت أنا رسمت المنطقة اللي عايش فيها هذا أول لأني كنت أسير المتاحف وكذا وأشوف كلها سكرولات أطوال شيء مع فناني هنا حتى في نسخ عندي أنا جايبنا أنا فهذا يعني العمل الوحيد اللي سويته هناك وغير كتابة اليوميات وهذا أو سكتشاتات وجمع شو اسمه العلب ودراستهم وكذا سويت معرض في الجامعة هناك أنا في أعمال شليتها من هني وديتها هناك عرضتها في الجامعة كمعرض شخصي لا أنا كنت كطالب يعني فكطالب كان ظروفي غير يعني ما يصير شو اسمه بس الطلاب الفنانين الطلاب أشوفهم في الجامعة بس فناني آخرين ما أروح المتحف وكذا أشوفه بس ما كان في فرصة
94 association gave me Sharjah association gave me money 3,000 I think and yes to make a pamphlet for my exhibition in Sharm. So I brought the money to the here printing company here, and he produced it as in not a good way. It's مقهى شرم كان لي صديق أصدقاء يعني وكنا نسير هناك نشرب شاي وكذا نشوف الشباب كل على أساس كنت أسير كثير وكذا وكنت أتأمل المكان وأشوف هذا فهو كان قريب من البحر يعني ومفتوح على الطبيعة وبسيط يعني وكان جنب المقهى في بيوت حارة يعني فتشوف الأشياء من حولك يعني مثلا تشوفي غسالة خربانة متيوحة مرمية عند المقهى أو شو اسمه هذا الماترس هذا شو اسمه الدوشة كذا متيوحة مخدة مثلا الشباب يجون مثلا يشربون بيبسي عقوها رموها تيجي عند الرمل وكذا ففي أشياء جنب هناك مثلا عند البحر في صخور كذا جاية طبيعيا متشكلة ناس تدخن نارجيلة فبدأت يعني شوي شو اسمه أتأمل المكان وكتبت عنه بعض القصائد وكذا وجمعت الأشياء هذه بعدين جاءت فكرة أنه أنا كيف أعرض الأعمال في المقهى كيف أوزعهم وكذا فاخترت فيه أعمال مثلا مرة سائل أمي اشتغلت عليهن وبدأت أوزع الأعمال لين ما هذا شو اسمه ذاك السنة كان عندي مشكلة ويا التربية أساس شوية في كان شوية متوقف عن التدريس أنا أو إنه في إزعاج شوية يعني كانت في مشاكل ويا أنا ويا المنطقة أنا وياهم فعندي وقت فراغ يعني ما في عندي تدريس وكذا فاستغليت هذاك الوقت فرحت سويت المعرض والحضور ف يعني فاجأت هذا اتذكر مديرة المركز الفرنسي سوينا معرض هناك انا وحسن والشباب بس وجا ولا الناس يعني هو القصد انه ما كان يعني انه تجيبي ناس عشان تشوفوا الاعمال وكذا انا عرضتهم على اساس اصور وكذا وثق واللي يحب يجي احيانا في اللي يجون هذه المرتادين المقهى يجون ويقعدون ما يحسون انه في لوحه ولا شيء يجي جلس شو اسمه شرب شيشه وروح شكرا نفس هذا المعرض اللي هو المتنقل هذا بالسيارة كذا بعد نفسه سويت هناك شليت اللوحات وعرضهم في الطبيعة وتصوري كذا وبعدين تشيلي هذا كلام حسن صحيح يعني ما في ومش دشداشة ولا عقال حطتن على راسه شو بتقولي والله هذا إماراتي ولا شو اسمه حتى العقال بعد ما تقدر تقولي والله هذا إماراتي الكويتيين يلبسون ما أدري مين يلبسون العراقيين يلبسون فأنت ما يوم يعني ما ممكن تقولي والله هذا فن إماراتي ليش لأن الفن يعني أول شيء المواد الخام كل الناس تستخدمها يعني ثانيا المدارس كلها واحد اختلاف طبعا فانت اذا والله قلتي والله فن اماراتي يعني هذا حطيتي قولبتي الفن الى شو اسمه الى جنسيه والى جواز والى ما ادري شو ما اوكي ممكن تقولي والله حسن من الامارات فنان من الامارات اوكي بس ما فن هذا والله فن اماراتي هذا لا ما ممكن تقولي فلاينج هاوس يعني
عندما تكون فلاينغ هاوس انا ما يعني الفكره هي بيع الاعمال الفنيه كان وفنانين اوكي بس كان في بيع ايضا الاعمال الفنيه وانا من منطلق شو اسمه اني انا ما احب كنت ابيع اعمالي فانا انفصلت يعني مش انفصلت يعني ما دخلت وياهم في فلاينغ هاوس يعني وياهم كفنان وكذا وصديق وفنان وازورهم وازوروني وكذا مع كم سنه بدوا الفنانين ايضا يعني يتوزعون يعني محمد سوى له جاليري بروح محمد كاظم بعدين هو خرج يعني فلاينغ هاوس يعتبر خروج يعني خرج يعني محمد ابراهيم في شو اسمه راح ويا شو اسمه هذا الجاليري كوادرو كان في آخرين أيضا ابتسام ومضربين فآخر شيء بقى حسن يعني فلاينغ هاوس فأحيانا الجماعة تتفق على أشياء وكذا بس أحيانا الظروف يعني تخلي الواحد يخرج يعني أنا من البداية يعني خلص زي إنه أنا والله هم يشاركون مثلا في الجاليري وكذا أنا ما عندي جاليري لأن حسم الموضوع خلص هم أنا سألتهم أنا حتى محمد إبراهيم وكذا الجاليري فأحيانا في البداية يقول أوكي وآخر شيء يجي يقول والله يا أخي ما يعطونا فلوسنا وما أدري ويش ومشاكل وكذا فكل واحد عنده شو اسمه أنا من البداية خلص ليش يخلي انا شو اسمه هذا فلان علان قاعد يتحكم فيه تعال ما تعال وجيب اعمالك وش اسمه مش وكم ياخذ يمكن 50% ياخذ العمل يعني خلي الفلوس انا يعني من البدايه انا ما ابيع هذا فما اقدر اشارك فهو احيانا يعني شو اسمه انه انا والله انا ما باخذك على اساس انك انت ما تسوي ما مش مثلنا يعني انك شو اسمه لا زين فالواحد ما يحط يعني حواجز تحط يعني في النهايه انت فنان هذا فنان وكذا في كل واحد يعني له طريق يعني ونلتقي في طرقات وفي طريق مختلف يعني ما في مشكله زي الاخوان اخوان كلهم من ابو وام لكنهم مختلفين هذا I know all of them these yeah. but from one to one is different I mean yeah. the first one is Hassan Mir حسن مير أنا شفته يمكن في الشارقة أول مرة يمكن وتكلمنا عن الفن وشفت شو سوي بالفيديو يشتغل بالفيديو أكثر شيء بس ما في علاقات يعني أبعد من هذا جوزيف كليفر كان صديقنا عند حسن يجي وجهني بعد أيضا مرسى مني ومحمد عند محمد بس هو محمد كان التقي فيه أكثر مني أنا وعلى اساس محمد ومحمد كاظم يسيروا هولندا وكذا يشوفوا انا كنت اشوفه وكنا متى في معرض قبل يا اما انا كنت موجود شاركت وياهم او لا الخمسه او السته شيء وكان موجود لا يمكن شاركت وياهم ما متاكد ما اعرف المهم يعني انا اعرفه يعني شخص اعرفه فنان كان يهني جاء مره هنا وكنا نروح انا هو محمد ابراهيم بيرث هيرمان رحت أنا شو اسمه هولندا إندوفن قعدنا في إندوفن كن شهر كريسيدنس أرتس ريسيدنس وكان هو الكيوريتر أنا وخليل ويانا وفي بعد فنانين من نيذرلاند وشو بعد مين هذاك فيفيك الهندي شفته مع حسن مرة أو مرتين ما أعرف في المرسم عنده في البيت يعني